أنا مش من طبعا من يعني تاني من اسبانيا مع ريال مدريد. ريال مدريد بيفتتح اكاديميه لتطوير مهاره كره القدم في سلطنه عمان ضمن جهوده طبعا لتوسيع شبكه اكاديمياته الرياضيه حول العالم. الاكاديميه هيفتتح العملاق الاسباني ريال مدريد اول اكاديميه لتطوير مهارات كره القدم في العاصمه العمانيه مسقط. شركه طبعا في شركه للمشاريع والتجاره العامله هناك ان شاء الله يوم الثلاث في العاصمه الاسبانيه هيكون في حضور مدير حضور طبعا المدير وزي ما بقول لحضراتكم المدير التنفيذي لمؤسسه ريال مدريد تمهيدا لافتتاح المشروع في سلطنه عمان في الربع الثاني من هذا العام. المشروع ده بيهدف لصقل مهارات كره القدم لدى براعم والناشئين في طبعا الفئه العمريه من 5 إلى 17 سنة وفق أفضل أساليب التدريب العالمية اللي بتتطور كل يوم. ودي خلي بالكم مهم جدا كمان موضوع الأكاديميات في تطوير أداء اللاعبين الصغيرين. احنا بنتكلم في سن من 5 سنين ل 17 سنة. خلي بالكم هو ده أساس اللي بيبني عليه كل الدول وبنت عليه ألمانيا بنت عليه أسبانيا بنت عليه إيطاليا. ان احنا نشتغل من القاعده والاكاديميات دلوقتي اصبحت مهمه جدا 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 في تطوير اللاعبين في اكتشاف اللاعبين. فده كمان مشروع لازم طبعا احنا بلدنا ان شاء الله هنشتغل فيه بشكل كبير وفي مراحل ان شاء الله متقدمه هحكيها لحضراتكم من خلال المحترف في ازاي ان احنا نطور اداء ولادنا البراعم من سن 5 لسن 17 سنة عشان نوسع قاعده الناس اللي فعلا بتتطور بشكل علمي. مهم جدا ان احنا ندخل العلم في الموضوع. كره القدم ما بقتش بس مهاره ما بقتش بس سرعه وقوه لكن كمان العلم دخل بشكل اكتر من رائع وده ان شاء الله هنستفيد منه. اكاديميات شيء مهم جدا جدا وريال مدريد بيفتتح اكاديميات في العالم كله بيختار بعض اللعيبه من سن صغيره بيحط عينه على لعيب ممكن يكون عنده 11 12 سنه ويبدا يوديه هناك اكاديميه ريال مدريد المتواجده هناك في مدريد ويبدا يطور فيه وبالتالي بيكون عنده ثروه من اللاعبين واتساع قاعده الاختيار بشكل كبير جدا جدا.